مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكريب. عنا طحين، كوب حليب، بدي استعمل ملعقة صغيرة فانيلا، بيضة، 4 معالق طعام زيت نباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط الزيت النباتي، البيضة، الحليب، ملعقة صغيرة فانيلا. بحركهم منيح مع بعض. بس حركتهم منيح هلأ بحط طحين، كمان بحركهم منيح. انتهينا من التحريك. عندي مقلاية دهنتها زيت نباتي اكيد وتركتها لتحمى على النار. بسم الله. بعمل العجينة بهذا الشكل، شكل دائري. بس استوت العجينة هلأ بقلبها على الجهة التانية. بتأكد منها إذا استوت من الجهة السفلى، صارت جاهزة. هلأ بحطها بصحن. هيدول الكريب اللي عملتهم أنا وياكم، هيدا الشكل. هلأ بدنا نحشيهم مع بعض. بعملها بهيدا الشكل. هذا الكريب مع النوتيلا اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.